مرحبا بنا نستعين وصلى وسلم على مصر رحمة الله العالمين. ندخل بقى في بارت 2 او نكمل اخر بارت 2 اللي هو عباره عن الدي وي تيست. ده اختبار من اختبارات الغاز للاس اف 6 سيركت بريكر. احمد عبد القوي، لو انا عندي فاكيوم سيركت بريكر هعمل دي بوينت تيست ان شاء الله. اير بلاست سيركت بريكر هعمل دي بوينت تيست، مفيش غاز. الغاز الموجود او ده الاس اف 6 سيركت بريكر حاجه اسمها الدي بوينت تيست، نقطه الرطوبه بتاعت السيركت بريكر بتاعت الغاز. ايه بقى مشاكل الاختبار ده وليه بيتعمل الاختبار ده؟ على فكره مع اختبارات الغاز، اختبارات الغاز دي ممكن معظمها يعني مش باستمرار بتتعمل، الا اختبار الغاز بتاع الدي بوينت ده بيتعمل في بدايه تسليم المحطه وبيتعمل دوريا، مش بيتعمل مره وخلاص في الاول. ده من الاختبارات البريودك اللي بتتعمل سنه مثلا او اقل على حسب يعني. فالسيركت بريكر دي بوينت مثلا انا جبت ريبورت اهو نتكلم عليها على طول. ده عباره عن جهاز، الجهاز بس هوريكم لو في جهاز بتاع دوبل مثلا اهو. الجهاز ده كان ادي السيركت بريكر اهو، ده كان سنجل بول ال 220 كيلو فولت، في بريكرات 3 بول على بعضها مره واحده وفي بريكرات سنجل بول. زي لا هو بس الصينيين مثلا طيب لحد الان انا بتكلم لحد الان لحد الان علشان هو كان يعني كان الناس زمان مستنيها سنجل بول لوحدها. مثلا تايكاي والاكس دي والشركات اللي هي جنوب اللي هي بتاع شرق اسيا والقصه دي كلها، دول بيبقى سنجل بول لما بيصنعوا بريكرات 220 عندنا في مصر. السيمنز والحاجات دي كلها بتصنع بريكر 3 بول 220. هنا ده كده اللي هو التانك بتاع البريكر نفسه اللي هو فيه الاس اف 6. طبعا الصوره يعني مش واضحه قوي. فده الجهاز اهو، ده الجهاز هو مثلا قارة سالب 4 سالب 47 بوينت 4 حاجه زي كده. ده الجهاز اهو، هنا في ده عباره عن اسطوانه. طبعا ده كل ده موجود في المانوال بتاع الجهاز، فانت لو جبت الجهاز ده انا كده كده حاطط اسمه، ادخل لي ازاي استعمله ومش عارف ايه على النت فيديو ما غيره هجيب الجهاز اهو. بسحب عينه من الاس اف 6 هنا من التانك ده وبربطها بيه اللي هو النقطه دي، ده عداد. طبعا بيبقى انت بتلاحظ وانت بتسحب عينه انها مش هتفضي الغاز، يعني خلي بالك وانت اللي فيه ان انا اقفل الماسوره لحد ما احط اللي هو الجزء ده كده واركبه، فاقفل هنا بحيث ان ما فيش حاجه، وبعد ما احط افتحها بحيث ان العينه تبدا تدخل جوه وهكذا. ماشي؟ على العموم يعني الجهاز في الاخر انا ان انت تستعمله ازاي دي اسهل حاجه، ما فيش فيها مشكله. هي بقى ايه فكره التيست والقصه دي كلها؟ ده اللي هو احنا عاملينه هنا في الروتر. ايه فكره التست؟ الدي بوينت تيست. دي بوينت. ايه فكره التست؟ المفروض قبل ما يعبي الغاز في السيركت بريكر يعمل فاكيوم. يفاكيوم التانك الموجود ده علشان الرطوبه والحاجات دي كلها. فالمفروض هو يبدا يسحب يعمل فاكيوم بحيث يسحب كل ده ويسحب كل ده زيه زي الترانسفورمر بالظبط. قبل ما يعمل اويل بيورفج اللي هو تكرير اويل او غيره بيبدا ان هو يعمل فاكيوم للتاني. القصه بقى ان انت افرض هو قبل ما يعمل اس اف 6 قبل ما يعمل يعبي الاس اف 6 ما عملش فاكيوم كويس، فاصبح في اجزاء رطوبه موجوده جوه التانك من جوه. الاجزاء دي بمثابه الحاجه القاتله جوه السيركت بريكر، يعني الشراره اللي مستنيه بس مين؟ لو في اكسجين في اي حاجه مستنيه بس ايه؟ اي شراره اي حاجه بحيث ان هي مين؟ تشتعل او تزيد من ضررها يعني. فاحنا بقى الغاز الاختبار ده بياكد ان انت لو الاس اف 6 قبل ما تعمله عملت فاكيوم كويس ولا لا؟ وايه نسبه الرطوبه الموجوده جوه غاز الاس اف 6؟ ماشي كده؟ من مزايا الاس اف 6 زي احنا لسه قايلين في الفيديو اللي فات ان الغاز ده اول ما بيحصل شورت سيركت ولا حاجه ويبدا السيركت بريكر يفتح ويبقى في شراره، الغاز ده مع درجه الحراره الكبيره بيتحلل لكن سرعان ما بيرجع مره تاني لوضعه الطبيعي مره اخرى. مش زي مثلا اللي كان زمان لو في زيت في حاجه بيبقى بيعمل كربون فمع الوقت لازم تغير، لكن اس اف 6 مش كده، بيرجع مره تاني جزيئات الالتهاب مره تاني في درجه الحراره القليله بحيث ان هو يرجع مره اخرى لوضعه. يرجع مرتين اللي هو بقى مش عارف اللي هو مثلا سلفر دايوكسيد اللي هو اس 2 وهيدروجين فلوريد اللي هو اتش اف، فده اللي هو الحاجات اللي بتحلل ليه بعد كده يرجع مره تاني وهكذا. خلاص البريشر اصلا مثلا من 3 ل 8 بار،
اللي هو بيقول لك ممكن تتعمل من 5 ل 8 سنين الديو بوينت، ممكن تتعمل من كل 5 سنين او كل 8 سنين او طيب كام؟ لا بقول ممكن هنا يعملوه كل سنه، لو سيركت بريكر قديم ممكن يعملوه كل سنه. على فكره الكونتاكت ريزيستنس بتسمع برضو في القص في هنا في الغاز، احنا قلنا الكونتاكت ريزيستنس لو كبيره فدرجه الحراره جوه السيركت بريكر كبيره فتخلي الغاز يتحلل. خلاص كده؟ في حاجه بقى ادي الجهاز اهو بتاع قياس الرطوبه، ودي شويه معلومات عنه لو انت حبيت تدخل تشوف. الاختبار بقى ده او الدنيا ده بقى بتبقى عامله ازاي؟ السيركت بريكر السيركت بريكر لو هو 3 بول بيبقى هتاخد كام قراءات؟ 3 قراءات. كل ليه؟ لان هو اللي هو الوعاء اللي موجود فيه البوله الاولانيه غير الثانيه غير الثالثه. لو هو سنجل، لو هو 3 لو هو 3 بول هتاخد قراءه واحده بس اللي هي العينه انت تسحبها دي وخلاص. احنا مثلا لما خدنا هنا ده كان 3 بول، كان 3 بول قصدي سنجل بول، فاحنا خدنا للفازه A للفازه B للفازه C، فازه A فازه B فازه C. نسبة الرطوبة بقى احنا عندنا هنا اكوردنج للاي اي تي سي او الاي اتش سي على حسب هي باور جنريشن او سب ستيشن، ماشي كده؟ ال 220 كيلو فولت مثلا ترانسفورمر المفروض نسبة الرطوبة فيها لا تتعدى 219 اقل من 219 بي بي ام فوليوم لكل فوليوم. و يعني بارت ايه؟ يعني ايه منيور؟ زي يعني ايه يعني كفوليوم يعني ايه؟ يعني انا حجم الجزيئات، حجم الجزيئات بتاعت نسبة الرطوبة اللي موجودة في نسبة المية الموجودة في الاس اف 6 الى حجم الجزيئات الموجودة بتاعت الاس اف 6 نفسها عبارة عن 219 بارت لكل مليون من يعني جزء واحد لكل مليون جزء. ده كفوليوم، ده في ده كفوليوم. في حاجه اسمها بي بي ام ماس برضو كتله الى كتله، ماشي؟ هو احنا بنقول هنا ايه؟ بص هنا بقى في حاجه اسمها خرائط او تيبل. انا في الاخر الخرائط دي موجوده للتيبل اللي هو المفروض عند درجه الحراره كام؟ انت الجهاز ده بيقيس درجه الحراره، الجهاز ده بيقيس ايه؟ درجه حراره. انت المفروض في الخرائط اللي انت عارفها بتاع زمان دي كده اللي هي كانت عند درجه الحراره كام بيبقى الفوليوم بارت بالبور ستيشن. هنا مثلا هنقول الاس اف 6، هنقول الاس اف 6، الاس اف 6 قال لك عند مثلا سالب 35 ديجري سيلسيوس، ركز معايا، بيبقى البارت بير مليون 27. ولو هو درجة حرارته سالب 35 بيبقى 219. ركز معايا بس علشان في نقطة عشان تفهمها في التيبل ده. التيبل ده فيه يعني فيزيكال ميننج كبير جدا لو انت قعدت الراجل مهتم بالكيمياء، بس انا اقول لك الموضوع ببساطة شديدة. الغاز الاس اف 6 ده غاز بارد اصلا. الغاز ده الغاز الاس اف 6 ده غاز بارد، ف او درجه حرارته اصلا منخفضه. خلاص كده؟ فانت كل ما يبقى نسبه الرطوبه اللي موجوده فيه قليله كل ما تبقى درجه الحراره قليله بتاعت الغاز، كل ما تبقى نسبه الرطوبه الموجوده فيه كبيره درجه الحراره بتاعت الغاز ده جوه دي. يبقى الاس اف 6 ده غاز اصلا درجه حرارته قليله عشان يبقى غاز اس اف 6. انا لما يبقى في نسبه مكونات اخرى موجوده معاه هتخلي درجه الحراره الكليه بتاعت ده تقل، صح؟ ولو في نسبه قليله هتقل. ركز معايا، عند سالب 35 ديجري سيلسيوس الغاز ده لو درجه حرارته سالب 35 هتبقى البارت بير مليون فوليوم كام؟ طب لو درجه الحراره سالب 36 اقل، يبقى نسبه البارت بالمليون تقل. بعد كده لو قلت تقل، لو قلت تقل ليه؟ لان هو كل ما تقل كل ما معناه ايه؟ بقى نسبة الرطوبة قليلة فالغاز خلاص بقى. طيب انا هنا لما تطلع درجة الحرارة هو قال لك بقى ان نسبة الرطوبة 219، 219 دي تعني ايه؟
ان انا لازم تكون درجه الحراره مثلا 35. طب لو طلع درجه الحراره بتاعتي بعد ما سحبتها سالب 30 هتبقى اكسبتد ولا نوت اكسبتد؟ نوت اكسبتد من غير ما ابص للتيبل ولا الشارت. ليه؟ لان كده درجه الرطوبه هتبقى عاليه صح؟ هما بيقول لك 219، 219 ده ايكوفلنت درجه الحراره مقدارها كام؟ 5 35. افرض انا وانا بقيس كده ليه درجه الحراره وانا بسحب سالب 30؟ الجهاز هنا بيطلع ايه؟ ركز معايا بس، الجهاز هنا بيطلع ايه؟ سالب 47.4. ايه سالب 47.4 ده؟ درجة حرارة، ديجري سيليزيوس، موجودة ديجري سيليزيوس. هو جاي جوه جدا كده. يا عم الغاز، أنا مش دعوة. الغاز ساعة. لا هو مش مية، بيبقى متلج. أنا ركز بس، هو مش مية. طيب لا سالب 30 الرطوبة كبيرة فترة الحرارة زادت ماشي. طب ماشي يا رجالة. طيب ماشي، فانت بتسحب العينة دي وابدا تضخها في الجهاز، الجهاز يبدا يجيب لك درجه حراره. انت دلوقتي ال اي اتش سي او اي سي كاي اي اتش سي او اي تي سي المفروض هو بيقول لك انا لا يزيد عن بارت بير مليون فوليوم عن 219. فانا بقول لك لو 219 من غير ما ترجع للتيبل هيبقى سالب 35 على طول. فسالب 35 يبقى انت كده ها يبقى انت لو طلعت درجه حرارتك سالب 40 يبقى اكسبتد، لو طلعت سالب 30 نوت اكسبتد، وهتبقى البارت من مينيمم فوليوم كده كتير. في الوقت ده بتفضي وتعمل فاكيوم ومش عارف ايه وتبدا تعبي من اول وجديد مره ثانيه. طيب ده كده الهيئه او الكلاينت اللي انت بتسلمه. في برضه فيندر ريكوايرمنت ان هو بيقول لك انا ما ينفعش البريكر ده بتاعي يشتغل الا لما يكون البارت من مينيمم فوليوم كذا. فاحنا كان عندنا الفيندور هنا كان اكس اي على ما اتذكر، فقال لك الاكسبتد بالنسبه لي 150 بارت بالمليون فوليوم. فلما يبقى 150 بارت بالمليون فوليوم يبقى درجه الحراره كام؟ 150. 150 فين؟ بص يبقى اقل من 38 واكبر من 9، اقل من سالب 38 واكبر من سالب 39 صح؟ هتبقى سالب 38 ونص مثلا اللي هي ما بين ده وبين ده. يبقى انا لو طلعت اكبر من سالب 38 ونص يبقى انا كده حققت الاثنين، حققت الاي اي اتش سي ريكويرمنت وحققت الفيندر ريكويرمنت. خلاص كده؟ فانا ده اللي هو الاختبار الدي 1. ايه؟ ما تغيرش الحراره، تقيس الحراره. لا انت بقى قول تحقق الشرطين. افرض انت في نسبه هواء موجوده والفاكيوم الموجود قليل، انت في الوقت ده هتلاقي درجه الحراره زادت، فانت هتيجي في الوقت ده هتبدا تعمل فاكيوم من اول وجديد مره ثاني وتطلع كل الاس اف 6 وتجيب اسطوانه جديده اس اف 6 جديده خالص وتحطها في الجزء. انا بروح اقيس واشوف درجه الحراره اللي هو فيها دلوقتي اللي فيها دلوقتي. لا وتشوف انت اكسبتد واكسبتد من وجهه نظر الفينتر ومن وجهه نظر اي اتش سي. تمام. ازاي بقى انا هحدد درجه الحراره اللي هو فيها؟ مش بتحددها يا ابني، الجهاز بيسحب عينه، العينه ده بيبدا يشوف درجه حرارتها ويشوف كام بارت بالمليون فيها، بيطلع لك درجه حراره، درجه الحراره دي بتروح انت للتيم وتشوف البارت بالمليون فيليوم كام. خلاص؟ قلت لك لو انت عارف درجه الحراره المسموح بيها او المعروفه كام فانت خلاص بيبقى الموضوع ما يعني ما بترجعش للتيبل. لو درجه الحراره قلت كويس، لو درجه الحراره زادت يبقى مش كويس. بس هو تقريبا درجه حراره الجو بتاثر على لا انت بتسحب عينه، لا بتركز معايا، انت بتسحب عينه في هنا اسطوانه ويبص وتوصل الجهاز للتانك عن طريق المخرج بتاعنا. فا
فاتر ديز بس. الله ينور. ماشي. طبعا ال في بقى معادله يقول لك، طب افرض هو راح قال لي بارت بين بارت بير مليون باي ويت او باي ماس اللي هو دبليو او ام. فانت يقول لك لو انت معاك البارت بير مليون فيليوم اسم على 8.1 اللي هي الكثافه والحاجات دي كلها. فانت اللي هو ده اللي هو ايه يعني، ده على ده 8.1 ده على ده 8.1 لو انت يعني البلد اللي انت فيها بتوصف للفوليوم وفي او بتوصف للويت او بتوصف للماس على حسب ما بتوصف. مثلا 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 الفوليوم بالنسبه للماس ده، الفوليوم بالنسبه للماس بالنسبه للفوليوم ده كثافه بس ملوش دعوه بالعين. ماشي. شكرا. ده كده خلصنا. ماشي. انا ده بقى بعدها في الكومشن. اتفضل. لا لسه اتفضل. خلاص. شكرا.